مرحبا. يمكن يلي بيشوف سوريا هلأ ما بيعرف إنه هالبلد كان بلد الديمقراطية والحريات، وعفكرة مو من زمان كتير. كيف وإمتى؟ أنا رح أحكي لكم. بتاريخ 25 أيلول 1954 خاض السوريين أول تجربة انتخابات نيابية بعد الاستقلال، وكانت هي التجربة أكبر دليل وبرهان على الحياة الديمقراطية يلي كان عايشة الشعب السوري، واللي بتدل على التعايش الوطني بين كل أطياف الشعب وأحزابه السياسية. وقتها تنافسوا السياسيين السوريين والمستقلين على مقاعد البرلمان يلي بيبلغ عددها 140 مقعد. كانت المنافسة حامية وبلش الشغل عليها من الشهر الأول من نفس السنة. ونشرت جريدة الإنشاء السورية الصادرة بحزيران عام 1954 إنه وزارة الداخلية اقترحت على رئاسة مجلس الوزراء يعطوا إجازة رسمية للمحافظين الحزبيين مشان ما يستغلوا نفوذهم ويشتغلوا لمصلحة حزبهم على حساب الأحزاب الثانية، ويمشوا الوظائف بهي الفترة المستقلين الحياديين، ولقي هذا الاقتراح صدى عند رئاسة مجلس الوزراء. أما الإعلان عن أسماء المرشحين فكانت كل جريدة حزبية تروج لأعضاء حزب المرشحين للانتخابات، مثل جريدة الشعب التابعة لحزب الشعب، واللي نشرت قائمة مرشحين للانتخابات عن دائرة دمشق، واللي بيميز المرشحين إنهم من مختلف ملل ومذاهب المجتمع السوري. وخلال فترة الانتخابات صدرت الأوامر للضباط وأفراد الجيش السوري بالتزام الثكنات العسكرية طوال فترة الانتخابات مشان ما يصير أي احتكاك بين عناصر الجيش والناخبين. وامتد الوعي الانتخابي لطلاب الجامعات يلي عملوا اجتماع كبير قبل الانتخابات وحطوا قائمة بأسماء المرشحين يلي تأملوا فيهم خير، وتوزعت هاي القائمة على الناخبين باسم قائمة طلاب الجامعة السورية، وكانت بتضم خالد بقداش الشيوعي، سعيد الغزي رئيس الوزراء، وخالد العظم وباقي المرشحين الاشتراكيين. معظم المراقبين السياسيين توقعوا أن الحكومة ما رح تسمح بنجاح خالد بقداش على اعتباره زعيم الشيوعيين والأمين العام للحزب، بس نجاحه كان دليل تاني على نظافة هاي الانتخابات ونزاهة اللي أشرفوا عليها. وبعد فرز الأصوات انتهت الانتخابات على هذا الشكل: حزب الشعب 30 مقعد، حزب البعث 22 مقعد، الحزب الوطني 19، الإخوان المسلمين 4، حزب التعاون 2، الحزب السوري القومي 2، حركة التحرر العربي 2، الحزب الشيوعي 1، ومستقلين 60. هاي كانت الانتخابات السورية مثل ما حكت عنها صحف أيام زمان، ومثل ما عاشوها أهلنا السوريين هاي الانتخابات يلي وصفوها قادة العالم بأنها أكثر الانتخابات نزاهة بالشرق الأوسط. هاي الانتخابات هي يلي عم نحلم إنه نرجع نمارسها مثل ما مارسوها أهلنا أيام زمان.